أنا عن أمين، حلقة 103 من نايف فكر إبتي. هنكمل بإذن الله مع الفلاج الدير الأبيض، وهو اللي بيأكد بتولوجية القديس باسيليوس من ضمن المصادر. ضمن الفلاجي بعض الثروات من القديس باسيليوس الإسكندري، من الزبتيخة للأواشي والمجمع الرحيم الكهنة حتى مراد الشعب كما كان هكذا يكون. موجود في ورقة بالمتحف الإبتي بالقاهرة تحت رقم كايرو 9200، نقولها سي كوبتيك ميوزيوم، يعني 3911 R وتلاتة تسعة 11 V. وفي صلاة الاسم على الصلاة للقديس باسيليوس، في بعض ناقص السطر الأول، السطور الأولى في الأول، وصلاة قسم أخرى باسيلي ناقص أولها بس. مقولتين في متحف بريطاني بلندن تحت رقم اللي احنا قلنا عليه BM أو 3580 A بقوسين 9 CRUM، رقم 152 R 152 V. وفيها كمان صلاة التحليل الآب قبل التناول، موجودة في ورقة رقم 22 في مجموعة بورجيان في متحف الفاتيكان تحت رقم 109. مين بقى اللي نشر وحقق هذا الخلاجي؟ هنعرفه بقى في الحلقة دي. شكرا.